أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم مولد أمير المؤمنين علي عليه السلام، رزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. قبل لا نبدأ حفلنا وكل شيء بالفرحة يميل، قبل لا يضوي أملنا ونسهر الليل الطويل، التفت لي حبيبي، التفت لي قليل، واعرف ان الما يصلي على النبي اكبر بخيل. دنيا من غير الصلاة على النبي دنيا ظلامة، وثغر من دون الصلاة على النبي باطل كلامه. وتدري شنه يميز الشيعة اذا جت القيامة؟ الصلاة على النبي وآله، ترى هي العلامة. يمكن اللي يسأل ويدعي الله ما يقبل سؤاله، ويمكن الكل يتصدق أبد ما ينفع ماله، ويمكن الطايف الكعبة تنرمى بوجه أعماله. وحدة بس قلبه يتيقن ويضمن الجنة مآله. من هذا؟ هل دايم بالمحبة يصلي على الهادي وآله؟ لا فتى إلا علي، لا هوى إلا علي، كل ما أملكه حب علي، منذ يوم النشأ بين الترب والأصلاب، قال الحب كن يا قلب فاختار علي، طينتي قد عجنت بالورد، مذ آمنت أن لا عشق إلا لعلي، أبجديات الهوى تبدأ بالعين، سأمحو الألف الآن على حب علي، لغتي لونتها حرفا فحرفا، لم أجد أجمل من ثغر ينادي. ادفنوا أسماء كل الخلق، لن يحيا سوى اسمه علي، ينتمي للعز والإكبار من كان انتماه لعلي. إن قلبا واحدا يكفي لكي تخضر منه الأرض، كل الأرض لو يهطل في حب علي، تصبح الأشياء أحلى حينما يسكنها حب علي، تصبح الدمعة واللوعة بردا وسلاما كلما صيح علي، يصبح الجرح جمالا طالما كان على حب علي. أيها الحجاج، أيها الحجاج، هذا قنبر يشهد أن لا موت للعشاق في حب علي، من براه الله كي يحمل هذا الحب؟ هل يشقى ومولاه علي؟ وأنا المجنون، وأنا المجنون، كم يطربني اسمي إذا ما نوديت،
وأنا المجنون كم يطربني اسمي إذا ما وأنا المجنون كم يطربني اسمي إذا نوديت مجنون علي. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل محمد. شكرا للشاعر القدير الأستاذ رضا درويش. قبل أن ننتقل للشاعر الآخر، أود أن أسأل شاعرنا الأستاذ رضا درويش عن أفضل قصيدة كتبها في أمير المؤمنين، وكيف كانت كتابة هذه القصيدة. كل شاعر له تجربة، وكل قصيدة لها قصة، فنستمع منه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الإجابة على هذا السؤال هو كالتالي: ما أجمل الكتابة على علي بن أبي طالب عليه السلام، كثير هو الكلام وإن كثر فهو قليل، ومهما قلنا وسنقول فسنطمح إلى الأجمل دائما. ليس في وسعي أن أقول أن هناك قصيدة هي الجميلة التي أعتبرها، ولكن كل جديد أقوله إن شاء الله سيكون أجمل من السابق. هذا قصة موجودة، قصة مؤثرة مثلا ساعدت في كتابة قصيدة معينة؟ طبعا إحنا قصصنا قصص التربية التي نشأنا عليها من قبل الوالدين، هي القصة الأولى والأخيرة التي نكتب فيها على حب علي بن أبي طالب عليه السلام. أفضل أفلح من صلى على محمد وآل محمد.